أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع المأساوي الراهن في قطاع غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي القطاع. جاء ذلك خلال استقباله ديفيد ساترفولد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، مشددا على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية أن إنفاذ المساعدات هو ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، ويتعين ألا يصاحبه توسيع في العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع. من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي عن تقدير بلاده للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة.